وفي نشرة إخبارية سابقة أكد السيد علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن العفو الملكي السامي عن نزلاء ومحكومين في قضايا مختلفة يعد خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز حقوق الإنسان انطلاقا من مدى التزام الدولة بمبادئ العدالة الإصلاحية واحترام حقوق الإنسان، فضلا عن أنها تساعد في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتقوية النسيج الاجتماعي من خلال إعادة دمج الأفراد في المجتمع. المراسيم الملكية بالعفو تعكس رؤية سامية تؤمن بإمكانية التغيير والتصحيح من سلوك الأفراد، وأيضا التشجيع على الإصلاح الذاتي، وتقدم فرصة حقيقية للمستفيدين من هذا العفو، لا سيما أن العفو الملكي عن النزلاء يعد خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز حقوق الإنسان. أيضا القرارات العفو الملكي تساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتقوية النسيج الاجتماعي من خلال إعادة دمج الأفراد في المجتمع من جانب، وأيضا تعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة الإصلاحية واحترام حقوق الإنسان من جانب آخر. إضافة إلى ذلك، العفو الملكي يعطي الأمل للسجناء وإلى عائلاتهم وعيد بناء الروابط الأسرية والاجتماعية، ويحفز النزلاء الآخرين على التحسن والإصلاح، مما يساعد في خلق بيئة إيجابية داخل المؤسسات الإصلاحية. أيضا التقليل من الحاجة للسجن عبر البدائل الأخرى مثل الخدمة المجتمعية، والتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزام البحرين بها، أيضا تقليل معدلات فرص العودة للجريمة عبر تقديم الدعم للمحكومين من خلال البرامج البديلة لتأهيل أنفسهم، التأثير المجتمعي الإيجابي وتحسين النسيج المجتمعي، هذا من خلال السماح للمحكومين بالبقاء في مجتمعاتهم والمساهمة فيها. وأيضا يجب التأكيد على أن المرونة في تطبيق العقوبات والاهتمام بالإصلاح يقوي من الثقة في النظام القضائي ويعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة.